رجعنا لكم بعد الفاصل ولكل مامي جديدة معانا أستاذة رندا صبور في مكالمة تلفونية دلوقتي. هي أدمن جروب ماميز إكسبيرينس، بس هي للأسف مش في القاهرة، فهي معانا في مداخلة تلفونية وهتكلمنا إزاي عملت الجروب. أهلا يا أستاذة رندا. ألو أستاذة رندا، صباح النور، إزيك؟ عاملة إيه؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله، منورانا. كان نفسنا تكوني معانا. وانا كمان والله. ان شاء الله باذن الله قريب في انتظارك. ان شاء الله. جات لك فكره الجروب ازاي؟ هو انا ربنا رزقني بابني قريب، وانا كنت اكبر واحده في اخواتي وفي العيله، فكنت محتاسه جدا ومش متوتره ومش عارفه اعمل ايه، وكنت بقرا كتير وبسال كتير. فبعد كده اصحابي اللي خلفوا بقوا يسالوني ويقولوا لي عملتي ايه، فقررت ان انا اعمل جروب اساعد بيه الماميز الجديده اديها خبرتي وتجربتي واجمع الماميز كلها في كوميونتي واحد عشان نتبادل الخبرات والمعلومات، حلو جدا. اللي عايز يسال سؤال يسال ونجاوب عليه. والفكره جت من كده. ولقيتي تشجيع وترحيب من الناس بسهوله، ولا الموضوع كان لاقي صعوبه في الاول؟ لا جدا، انا ناس كتير قوي دعمتني وصحابي ولقيت في تشجيع كبير جدا من طبعا العيله وصحابي حلو وعملوا لي جدا. حاجات كتير قوي بصراحه، دعموني جامد في الجروب بتاعي. الفكره حلوه قوي اصلا، يعني بجد فكره دعم الماميز وان هم الفوائد لبعض وان ينصحوا بعض، دي حاجه حلوه قوي. اكيد طبعا. لا بجد، الجروب بقاله قد ايه؟ بقاله 3 شهور طب لا ان شاء الله باذن الله، يعني عقبال ما يبقى بقاله 3 سنين. ان شاء الله. انا كمان يعني عندي في الجروب في دكاتره بيدعموا الجروب من هايل. مجموعه عيادات يعني، تمام فكمان احنا المعلومات اللي بتيجي من متخصصين كمان. صح، احسن حاجه ان كده المعلومات بتيجي معلومات مظبوطه، ما فيهاش بقى نصايح ممكن تكون معلومه مغلوطه، معلومه من الانترنت مش معروف مصدرها او حاجه. بالظبط، انا حبيت كده جدا يعني، وبصراحه لقيت دعم من مجموعه العيادات دي كبير جدا والدكاتره، وبيردوا على كل اسئله، مش بيتاخروا خالص على الاعضاء اللي عندي. حلو جدا بجد، يعني انا معجبه جدا بفكره الجروب، وانتي نورتينا في المداخله القصيره دي، وان شاء الله تكوني معانا قريب جدا اول ما توصلي القاهره ان شاء الله. ونورتينا يا استاذه رندا، ميرسي قوي ليكي. ونرجع لفقراتنا، والنهارده او كل يوم اول ما بنصحى من النوم بندور على الجورنان ولا على الانترنت ونشوف حظنا النهارده ايه. النهارده معانا خبيره الابراج والتاروت استاذه ولاء، اهلا بيكي. بيكي نانسي. انت عندك بيج اسمها تاروت ايجيبت، مظبوط؟ تمام، عندنا اسئله كتير قوي. اوكي. بصي بقى، يعني نبتدي منين؟ طيب الاول انا عايزه اعرف ايه التاروت وايه البنادول او بندول. بندول بالظبط. بصي، التاروت هو كروت اوروبيه قديمه، ده الشكل الاولي ليها، ده اول حاجه اتعملت. اوكي. التاروت كروت اوروبيه قديمه بنعرف منها اي حاجه احنا عايزين نعرفها. اوكي. ملهاش علاقه بقى لا بجن ولا بعفاريت ولا باي حاجه بارانورمال، هي بتشتغل على الطاقه، بنوصل لها طاقه الموضوع او طاقه الشخص اللي احنا عايزين نعرف عنه حاجه، ونبدا ان احنا نشفل الورق كده. تمام. ونبدا نقرا التاروت. طبعا هو مش اي حد بيقرا التاروت. طبعا ده واضح ان هو علم، يعني علم بحت على فكره، ملوش علاقه باي حاجه تانية. طب انت درستيه، يعني جبتي الفكره منين؟ لا، حد قرا لي تاروت. اوكي. حد قرا لي تاروت زمان، اتعلمته في 8 سنين وبقراه بقى لي دلوقتي 16 سنه. في ناس بتعلمه هنا في مصر؟ لا، اتعلمته بره مصر. اتعلمتي بره مصر. طب وايه البندول؟ بندول. البندول عباره عن حجر كريم او مجموعه احجار كريمه. تمام. بس بيكون مشحون الطاقه. تمام. لازم كل فتره بيتشحن الطاقه بتاعته، بيطلع منه اي طاقه سلبيه وبيبدا ان هو يتشحن طاقه نظيفه. البندول في انواع كثيره من البندول، في بندول بيطلع الميه من الارض، في بندول علاجي، في بندول زي اللي انا بستخدمه ده. البندول ده برضو بيشتغل بالطاقه، بنساله على اي حاجه احنا عايزين نعرفها بيرد، بس برضو بيرد بالانرجي، فيهوش اي حاجه بارانورمال. اوكي. طب ايه الفرق بقى ما بين التاروت والبندول والابراج؟ لا احنا بنربط بقى، يعني ممكن نقرا الابراج بالتاروت.
مش بالفرق. اوكي طيب 2020 يعني ما شاء الله كانت سنة يعني ما خلتش، ما فيش حد إلا ما بيقول يعني هنخلص إمتى بقى من السنة الجميلة دي. وإحنا الحمد لله في شهر 12 يعني عايزين نبدأ بقى 2021 2021، فعايزين بقى نبدأ برج برج كده. لازم نتفائل خير يا رب إن شاء الله خير ونقول بسم الله ونبدأ برج برج. عايزة تبدأ بإيه يا نانسي؟ والله بصي في الكنترول بيقولوا لي توصي بالحمل، ابدأي بالحمل. عايزين حمل؟ عايزين حمل. عايزين ايه للحمل؟ حاجة معينة؟ يلا يعني قولي لنا بقى الحظ، ست وراجل، عمل، زواج، ناخده عايم عشان 2021 نخلص. عموما هقول كله؟ يعني بس خدي بالك عايزين نخلص الابراج كلها حاضر سريعا. بالظبط. برج الحمل يخلي باله من علاقاته في العمل، عشان علاقاته في العمل مظهرها بيبدو ان هو كويس وان هما متفقين، لكن من ورا الدنيا مش احسن حاجه، فلازم يبدا يحسن ده 2021. التاروت بقى بيدي نصايح مش بيقول لك ايه اللي بيحصل بس. هياخدوا بالهم شويه بقى من جهازهم الهضمي في اول السنه، لكن ان شاء الله انا شايفه ان الدنيا هتبقى كويسه، وهيبداوا ان هما في النص الثاني من السنه او يعني بدايه من نص السنه هيبداوا ان هما يهتموا بنفسهم جدا 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 جدا، يبداوا يهتموا بشكلهم وبجسمهم يعني هما في الاول مش مهتمين يعني فاهمة؟ يعني أول سنة كده هتعدي عليهم كده، وبعد كده هيبدأوا إن هم يهتموا بنفسهم فوق العادة، يمكن ما اهتموش بنفسهم أكتر من الفترة دي اللي هم اهتموها بنفسهم. وغالبا في ناس علاقتهم اتقطعت بيهم 2020، هيعودوا التواصل معاهم 2021. برج الدلو ضروري. حاضر حاضر. طيب في اي نصايح لبرج الحمل تاني يا برج الحمل؟ عايزين برج اي الحمل اسئله تاني؟ ان هو يهتم بس الاول بصحته ويهتم بالكرو اللي هو بيشتغل معاه. طيب علاقته يعني ده العمل، حظه في العلاقه الاسريه والعاطفيه بس انا بجيب لك توصيات بالابراج على طول. حاضر حاضر حاضر. وما تنسيش الميزان وحياتك عشان لا 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 حاضر على طول. العلاقات الكتير من برج الحمل هيفكر ان هو يسافر شويه بعيد عن الاسره، يدور على 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 فرصه احسن في العمل بره، لكن الاسره هتكون متمسكه بيه شويه، مش هيخلوه ان هو يعمل كده. محتاجين بس نحسن علاقة بالأب بالذات، في بعض الناس العلاقة بالأب مش أحسن حاجة، العلاقة بالأم أحسن، عايزين نحسن العلاقة بالأب كمان. فرصة الارتباط والناس اللي هي توائم شعلة عندهم فرصة اتحاد 2021. تمام. طب إيه أكتر الأبراج المتفقة مع الحمل؟ عندنا العذراء والحوت والميزان. والميزان تمام. قلتولي الدلو والدلو. حاضر. تحبي نمشي بالترتيب اللي انتوا عايزينه؟ خلاص قولي لنا الدلو والميزان. بالظبط. الدلو 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 ممكن اول سنه تبدا كده بحبه مشاكل مع اكتر من طرف، الا ان هو هيقدر ان هو يعمل انفصال عنهم، هيبدا ان هو يهتم بنفسه اكتر، هيهتم ان هو يركز جهوده اكتر. غالبا الناس اللي بتشتغل مع حد هتبدا ان هي تحاول تشوف شغل خاص لوحدها او تعمل كارير لوحدها. عندهم فرصة الحمل والأطفال كبيرة جدا في أول السنة. البرج ده على قد ما هو قوي جدا جدا جدا، يعني هو حنين قوي قوي، بس أول حد بيجي عليه نفسه التاروت بيقوله ما تعملش كده. اوكي اهتم بنفسك كده، اهتم بنفسك وما تلومش نفسك، ما بلاش جلد الذات اللي انت بتقعد تجلده لنفسك ده. الفرص الارتباط، فرص الارتباط متاحة وهتعوض بيها خسارة سابقة. حلو. بس غالبا ممكن تكون الام تعبانه شويه، ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيها يا رب. الميزان بقى، الميزان بقى. ايوه والله في اجماع في الكنترول اهو، يعني ده مش طلب شخصي. يا بطاقه حلوه للميزان يا رب. الميزان
الميزان بيدفع كتير قوي. استر يا رب استر يا رب. بيدفع كتير قوي، بس التاروت بيحذرك من الاقراض، ما تسلفش حد فلوس الفتره دي. آه لا، اهتم بطاقه مالك، ان انت طاقه مالك تزيد. من ضمن يعني ان طاقه مال تزيد، التاروت بينصحك بالصدقه. محتاج ان انت غالبا في النص الاولاني من السنه هتبدا تصفي ناس كانت بالنسبه لك مصاصين طاقه، اللي هم بتقعدي معاهم تتكلمي كلمتين تحسي ان انت يومك خلص. هتبداي تتخلصي من الناس دي واحده واحده، ماشي؟ بلس ان في ناس عندهم طاقه حسد، طاقه سحر قديمه. الطاقه دي للاسف هي لسه موجوده في طاقتهم، لو اتخلصوا منها في الربع الاولاني من السنه، السنه ان شاء الله باذن الله هتمشي كويس جدا. يا رب. يخلي بينهم بقى يعني بصل من الابراج المحيطه ومسيطر عليهم الاسد والثور والدلو والعقرب. اوكي. مهتمين باخبارهم، مهتمين بحياتهم، عايزين يعرفوا حاجات الابراج دي، هم عنهم، اللي مهتمين مهتمين ببرج الميزان. بالميزان والسرطان كمان مركز معاه جدا، اوكي ماشي. برج الميزان يعني تارود بيقول لك ما تحسش ان انت لوحدك، ان انت مالكش ظهر. لا، الدنيا مش كده خالص. كل حاجه حلوه انت طلعتها في يوم من الايام هتتجسد وهترجع لك تاني. عايزه ايه؟ عايزه يا رب. طيب عايزه فلوس. عايزه فلوس. عايزه فلوس. احظه في العلاقه العاطفيه حالا. ايوه، واضح ان هو كان عنده علاقه عاطفيه سابقه، بس قاعده بطاقته مأثره عليه بالسلب. برج الميزان وارد ان هو يكون عنده خيار الفتره اللي جايه في الحب، بس الخيار ده مع حد شويه ممكن يكون مختلف عنه، مختلف عنه في سن، مختلف عنه في بلد، مختلف عنه في حاجه، هو عنده اختلاف. بس هو وارد ان هو يتمسك يعني دلوقتي هو مركز طاقته ان هو يختار المناسب ليه هو، بس قرر ان هو ما يرضيش حد على حساب نفسه، وده اللي هيعمله 2021. مش هيرضي حد على حساب نفسه، لا، هيرضي نفسه اول. يعني 2021 الحمد لله ان شاء كويس. الله. طيب عذراء بقى، عشان عمالين يقولوا لي. العذراء بطل تعمل الحاجه الصح مع الحد الغلط. اوكي. العذراء فرصه سامع يا عذراء. فرصه ارتباطه السنه دي حلوه جدا، حتى لو العلاقه كانت سريعه او الارتباط ده جه بشكل سريع، الا ان هو هيعوض خساره هو خسرها الفتره اللي فاتت. واضح ان هو كان في علاقه ارتباط ما كانتش احسن حاجه بالنسبه له، واستنفذت كتير من طاقته، الا ان الفتره اللي جايه هتبقى فتره كويسه جدا. وغالبا ارتباطه ده هيبقى بحد مشهور او حد معروف في مجاله او حد ليه اسم عيله كبير. طب يلا. هو هتدفع ممكن كام يكون يا عذراء؟ بدا العلاقه دلوقتي بشكل سري، الا ان الدنيا هتبقى كويسه. بس ان شاء نصيحه الله. من التاروت للعذراء، انت يعني مكانتك محدش بيعوضها، بس انت بتدي كل حاجه مره واحده لحد ما يبقاش عندك حاجه تديها، فالناس بتفقد الاهتمام بيك. اوكي تمام. ها، عايزين برج ايه؟ العقرب. جميل العقل. طبعا القراءة دي تنفع للرجل تنفع للست دي عامة يعني. فالقراءات الخاصة بقى بتبقى مفصلة أكتر كمان عشان الوقت. العقرب، حاضر. العقرب السنة دي هيبقى أقوى بكتير من الفترة اللي فاتت. بدأ ان هو يتخلص من طاقه سلبيه كانت ملازمه ليه، ممكن تكون طاقه سحر، ممكن تكون طاقه حسد، ممكن تكون اي طاقه سلبيه. الطاقه دي قعدت ملازماه فتره مش قصيره وتسببت له في خسائر كتيره جدا. هو بدأ نسبيا يتخلص من الطاقه دي، وبدأ كمان يتخلص معاها من الناس اللي بتسبب له ازعاج. التاروت بيقول لك يا عقرب، انت لو استغليت الامكانيات بس اللي ربنا اداهالك هتطلع فوق في السماء، ما استغلتهاش هتفضل مكانك. عندك فرصه حلوه جدا السنه الجايه ان انت تعيد اكتشاف قدراتك علشان خاطر تطلع لفوق. سرطان. مهتمين بالسرطان. ايوه طبعا. حنين قوي السرطان. هلا. السرطان برج، السرطان برج جميل. السرطان ممكن يكون عنده شبهة علاقة ثلاثية، بس هو ليه مكانته فيها.
يعني واضح ان هو الاساس في العلاقه دي، فيعني ما يحطش في دماغه يعني هو الاساس في العلاقه دي، وما يعملش يعني الفتره دي كانت فتره ممكن شويه تعارض مع الشريك او بيدور ورا الشريك كتير، لا ما تعملش كده، انت مكانتك محفوظه عند الشريك. اتجاهاته طاقيه بقى، هيبدا ان هو يتجه اتجاهات طاقيه جدا 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 2021، هيبدا بقى يدور في تارو، هيبدا يدور في ريكي، هيبدا يدور في مديتيشن، هيبدا عنده اتجاهات قويه جدا. السرطان في العمل عنده حد متتبع خطواته، متتبع خطواته خير ولا شر، هو متتبع خطواته، عايز يعرف هو فين، بيعمل ايه، بيروح فين، بيجي منين. بس يعني ان شاء الله مش هيعمل له حاجه. الجدي لو سمحت. حاضر. ايوه احلى جدي. مواصينكم مع بس جدي. السرطان محتاج ان هو ينظف بيته طاقيا، ان طاقه البيت مش احسن حاجه، طاقه البيت للسرطان مش مش احسن احسن حاجه. حاجه. اوكي الجدي حاضر. الجدي، الجدي الفترة اللي فاتت كان شوية مخبي حاجات كتيرة، مداري حاجات كتيرة، ممكن يداري علاقات، ممكن يداري عمل. الفترة اللي جاية لازم يركز ويشتغل فيها على نفسه. ليه؟ لأن هو بدأ إن هو ينزل كام درجة كده تحت، لازم يبدأ إن هو يظبط طاقته الفترة اللي جاية بالذات في العمل، إن هو يطلع فوق. الجدي ممكن يكون خسر ناس الفترة اللي فاتت، مش حاسس بخسارتهم قوي، بس خسارتهم هتسمع معاه الفترة اللي جاية. ماشي، غالبا كمان يعني كان في زوجة أو حد يعني خطيبة مرتبط بيه، خطيبة، حبيبة. حاجة كده. كده هو بس يعني شوية بص لنفسه كتير، فاهمة؟ فهو لا، لازم يبدأ يرجع يعني هيبدأ يحس بقيمة بقى بالظبط، لازم اللي يرجع خسره يبص الفترة بقى الجاية. للي حواليه. وغالبا هو بيفكر في شراء شقة، في عربية، في عقار، في حاجة إن شاء الله دي هتتوفر له في 2021، إن وعنده شاء فرصة الله ارتباط رسمي في الفترة دي يا مسهل. يا جوزاء. رب. أنا بقى أيوه. هنطلع فاصل الأول أوكي وهنرجع نرجع لكده. على طول. أوكي ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبسرعة يلا ندخل في الجوزاء. جوزاء بقى. يلا بينا. على طول عامل قلق الجوزاء. ايوه الجوزاء عامل قلق، وفي سبيشال ريكويست من الجوزاء دلوقتي. طبعا حلو قوي. احنا بقى قانون الجذب مفعل معانا بشدة 2021، الحاجة الحلوة اللي عايزينها هتحصل، والحاجة الوحشة اللي عايزينها هتحصل. ما شاء الله. فنحاول ان احنا نبلوك الموضوع على الحاجة الوحشة ونركز دايما في الحاجة الحلوة. اوكي وقت تحقيق امنيات، بس نركز فيها ونطبق قانون الجذب كما يجب ان يكون. اقروا كتاب السر يا جماعة، كتاب السر بيتكلم عن قانون الجذب وازاي نطبقه. الجوزاء، الجوزاء في ناس احنا اللي حددنا العلاقة بيها من فترة، وارد ان هما يرجعوا يتواصلوا معانا وهيبقوا عايزين يرجعوا معانا بقوة 2021. لينا حرية الاختيار نرجع او ما نرجعش، بس غالبا احنا مش مش هنرجع. هنرجع، ولو رجعنا مش هنرجع زي ما يعني كنا هنتعلم من اخطائنا. بالظبط. عندنا جود لك في الشغل، عندنا جود لك في الفلوس باذن الله الفتره اللي جايه، ما بس شاء نخلي الله. بالنا شويه بقى من ظهرنا، من رجلينا، من جهازنا الحركي، علشان وارد ان هي دي شويه تتاثر معايا الفتره اللي جايه. الجوزاء قرر ان هو ما يعتمدش على حد، ومش هيعتمد على حد 2021، حلو جدا. هيعتمد على نفسه بس تمام. وهينجح. البرج اللي بعده ايه؟ احنا كده في احنا قلنا السرطان. اسد. تمام. الاسد وبعد كده الكوس لو سمحتي. حاضر. ايوه سبيشال ريكوست عمالين بيطلبوا هم. الأسد، الأسد الفترة اللي فاتت ادى 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 وما أخدش أي حاجة. لازم 2021 بقى، لا لازم تبقى وقت بقى احنا اللي ناخد فيه، لازم
ناخد فيه. العمل هيمشي معاه كويس الى حد ما، الا يعني هيحصل حاجه في العمل كده هتعكر صفو العمل بتاعه، دي الحاجه هتخليه يفكر ان هو يغير مكان العمل. ممكن ما يغيرش مكان لكن يغير مكان العمل. كان عنده سفر وتاجل الفتره اللي فاتت، وارد ان الفرصه تتجدد 2021. بصي يعني يبطل يعمل حاجه مع حد قبل ما يعرف الحد ده هيعمل معاه ايه، عشان هو دايما بيشيل شيله حاجه هو عملها مش قدها مع حد. مش قدها. قوس، احنا قوس برج ناري صح؟ القوس عنده اتجاه طاقي، عنده اتجاه ان هو يتعلم حاجه ليها علاقه بالطاقه، وغالبا في ناس هتغير كارير عملها للطاقه. هينجحوا ان شاء الله، بينجحوا. هي بالنسبه بإذن لهم الله. شفت كارير وقلبه، بس هينجحوا. هم بادئين دلوقتي يدوروا في الموضوع ده، والموضوع هيفرق معاهم، هيفرق معاهم جدا. هم بادئين الموضوع ده ممكن من النص الاخير او الربع الاخير بالظبط من 2020 بدا الموضوع ده يتمحور معاهم. هيفرق معاهم، هيفرق معاهم جدا. بالنسبة للحب الوضع كان هو عليه، بس هم بدأوا علاقة في آخر 2020 أو علاقة جديدة، يعني علاقة قديمة رجعت تتوضد 2021، مكملة معاهم بس مكملة بشكل أفضل، هتعوض لهم خسارة هم خسروها قبل كده. أوكي. حوت، الحوت الدنيا كانت معاه صعبة. حط لي كل كانت الدنيا معاها لا صعبة. لا 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 لا. الحوت فعلا يعني من الابراج اللي كنت بشفق عليها، هي يعني كنت اطلع لايف لاي حاجه لهم طب الحيتان تجي لي. يا رب 2021 تبقى حلوه على الابراج اللي كان حظها وحش في 2020. يا رب. الحوت هو في علاقه توأم شعلة واضحه وصريحه ومباشره. العلاقه دي هي يعني للاسف مستمره معاه، هو مش قادر ان هو يقطعها، ولا الطرف التاني قادر ان هو يقطعها. عشان كده هو على طول حاسس بملل وزهق وعدم رضا، لا عارف يكمل ولا عارف يقف، لا عارف يكمل ولا عارف يقف. الا ان الستات من برج الحوت هتاخد قرار، القرار ده هيشفت كارير معاه وهيقلب معاها الدنيا الفتره اللي جايه. الرجاله من برج الحوت يعني لازم يعوضوا الخساره الماديه اللي هم خسروها الفتره اللي فاتت، هيعوضوها، هيعوضوها، غالبا هيجي لهم دعم فلوس من العيله. يا مسهل يا رب. التور، الناس الستات برج التور كان عندهم حملة فقد الفترة اللي فاتت، ربنا هيعوضهم ان شاء الله في بداية السنة. عايزين نهتم شوية بالأبهات، لأنه واضح ان ممكن يكون تعبانين او العلاقة بيهم مش احسن حاجة، نعوضهم. التور بقى لازم جديا يهتم بجهازه العصبي، عشان فعلا الجهاز العصبي بدأ فعلا ان هو يتأثر، بس هو مش متأثر بحاجة عضوية، هو متأثر بعصبية، متأثر بتوتر، متأثر بعدم نوم. هو موده العاطفي هو اللي متحكم في أعصابه، العاطفة تمام هتلاقيه تمام، والعكس ما تعملش كده يا برج التور. اوكي، احنا كده خلصنا للابراج، وعايزه توقعات بقى ايه الابراج الاكثر حظا في 2021. عايزه تعرفي الابراج الاكثر حظا؟ خليهم يفرحوا بقى، حرام بقى. نفرحهم باذن الله. يا رب طاقه حلوه لينا كلنا يا رب. الاسد. اوكي. العقرب. اوكي. القوس، الحوت، يعني عارفه الحوت كده يا رب. الحمد لله. الجوزاء. الجوزاء. الحوت والله لو ظبط طاقته الدنيا معاها تمشي كويس جدا. طيب تحذير بقى لكل برج كده سريعا في كلمه واحده. حاضر. ل 2021. لكل برج تحذير حلو ده. نبدا، ما تعملش يعني كل برج وما تعملش كذا. نبدا بايه؟ اللي يطلع فيه دي. زي ما زي ما تحب. الميزان. اوكي. اتخلصي من حزنك، وان انت دايما بتقعدي تأنبي نفسك، حتى لو مش غلطتك بتقعدي تأنبي نفسك برضو.
ما بينك وما بينها، بتظهري القوه كده وبعد كده تقعدي تأنبي نفسك. سترونج اندبندنت. بالظبط. ايوه. قلبينا في الاخر. ما تعمليش كده، بتأنبي نفسك كتير. اكيد. ايه تاني؟ الحمل اهو، الحمل حاضر. حاضر. الحمل. الحمل ياخد باله من صحته ويعمل هيلينج، وغالبا عنده وجع في الراس والبطن. في الراس والبطن. سرطان. مفتقد الثقة بطريقة فظيعة، بس يعني هو لا. كويس. خلصي يعني سرطان. ادي ثقتك في محلها. العقرب. أول مرة تعمل حاجة صح. أوكي. العذراء. أكيد هو فاهم. هو فاهم بقى، إحنا مش فاهمين. ما تخليش حد يدفعك لحاجة أنت مش عايزها، أنت بترضي الناس أكتر ما بترضي نفسك. أوكي. كوس. علاقة توأم شعلة، أو علاقة توأم روح وفيها اتحاد. دلو. ايوه. تخلص من الكسل. تخلص من الكسل. جوزاء. سيب كل حاجة وراك، مفيش حد بيعرف ياخد مكانتك ابدا. اوكي. جدي. افهم صح، ادرك انت دور. بتتعامل مع مين. محتاجين هيلينج، استشفاء. حوت. ما تندمش على الراحة، بص لقدام. قوس. احنا قلنا قوس. قلنا قوس. قوس تاني. ياخد يبقى كده فاضل. قلنا بصي. الجوزاء. طلع له نصر. طلع له قوس. طلع له نصر. ما شاء الله. ناسنج. جوزي ناسنج. مش حاجة. في ابراج تانية بتهيألي كده. قلنا احنا قلنا كده تقريبا كل الابراج، وللاسف الشديد وقتنا خلص، وكان نفسنا نطول اكتر من كده واسئله كتير، بس ان شاء الله هتكوني ان شاء معانا الله باذن تاني. الله. مشاهدينا الاعزاء، نورتوني بحلقتنا النهارده، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وتستنوني الخميس الجاي ان شاء الله مع نص الدنيا. باي باي.